تلاقح الثقافات وتلاقح الأفكار ومكان لالتقاء الفلاسفة والعلماء والمفكرين من كل أنحاء العالم في المكتبة القديمة وفي الأسكندرية القديمة. فالأسكندرية الآن بهذه المكتبة بتأخذ نفس الوضع وتأخذ نفس المكانة وتصبح الأسكندرية يعني بثقافتها وبمكتبتها منارة للعالم، تقدم له هذه الأفكار القائمة على التعددية والدعوة إلى السلام والدعوة إلى التوائم بين الشعوب والدعوة إلى التلاقح بين الثقافات والتثاقف بين الأفكار المختلفة والبحث الدائم عن مشترك ثقافي عالمي يستطيع العالم من خلاله أن هو يعني يعيش في قدر من الإطمئنان، يعني في ضوء كل ما يحيط بالعالم من مشكلات اقتصادية وغير اقتصادية. والمكتبة في الحقيقة يعني تحتاج إلى جهود إعلامية بصراحة، لأنه أنا يعني جلست خلال الشهر الماضي ده أدرس المكتبة وأقرأ عنها وأقرأ عن المكتبة القديمة وعن المكتبة المعاصرة. وعندما زرت المكتبة ودخلت فيها، وأنا كنت زرتها أكثر من مرة قبل كده، بس لما عرفتها عن قرب وجدت انها تكاد تكون مظلومه فيما يعني في التصورات او يعني في صورتها عند الناس، لانه فيها امكانيات ضخمه جدا، فيها امكانيات ماديه ضخمه جدا، فيها امكانيات بشريه ضخمه جدا، فيها تسهيلات وخدمات كثيره جدا، بدءا من الخدمات القاره في المكتبه زي ما بسميها، الخدمات الاصيله الموجوده في المكتبه زي خدمه القراءه والاطلاع، خدمه البحث العلمي، خدمه المتحفية المتاحف، خدمة المخطوطات وحفظ المخطوطات. المكتبة فيها عدد كبير جدا من المخطوطات، فيها حوالي 6000 مخطوط بخط الإيد، وفيها حوالي 120,000 مخطوط مصور، وفيها حوالي 15,000 كتاب من الكتب النادرة، يعني الكتب اللي هي فيها نادرة في وجودها. فيها معمل لترميم المخطوطات يندر أن نجد مثله حتى يمكن في العالم. المعمل ده هو اللي بينتج المادة الخام اللي بتتم بها عملية الترميم، وهو اللي بيتم عملية الترميم فيه من الـ A to Z. مركز خبرة عالمي، يعني لما ولذلك أنا بدعوكم إلى زيارته وإلى تصويره، لانه احنا محتاجين ان احنا نظهر ده للناس، محتاجين ان احنا نقول لهم ده عندنا في مصر. يعني الشباب تحت بيصنعوا القماش اللي بيتم بيه الترميم، يعني الورق اللي بيتم بيه الترميم، لانه في ازمه كورونا ندر وجود هذا الورق، فهم عملوا زي شبه اختراع، يعني عملوا خلطه كده وبيعملوا الورق داخل المعمل. كتب كثيرة وموجود فيها مجلات كثيرة وموجود فيها مكتبات موجودة، يعني نقدر ندخل من خلال المكتبة إليها. موجود فيها أيضا مخازن كثيرة جدا، أو يعني مخازن كبيرة جدا للصحف وللمجلات، بحيث أنه أي باحث، وفيها إمكانيات في التعامل الآلي، يعني يستطيع الباحث أنه هو المتخصص في المكتبة يقدر يجيب له الحاجة اللي هو عايزها مثلا في عدد من الدقائق. يعني عندنا أجهزة ضخمة جدا فيها الإنترنت العالمي كله متخزن داخل هذه الأجهزة. والمكتبة على فكرة يعني مش بتشتغل فقط لمصر، إنما هي بتشتغل للعالم كله. في بعض الدول أحيانا بتطلب مثلا في عملية ترميم المخطوطات، في بعض الدول بتطلب ترميم ببعض بعض الأشياء، بتطلب خبرة، بتبعت ناس يتدربوا على الترميم. إحنا دلوقتي المكتبة بتعمل ترميم لوثائق قناة السويس، يعني في الوثائق القديمة في قناة السويس اللي هي الوثائق بتاعت الفترة الأولى في القناة، ودي عدد كبير جدا من الوثائق، وثائق ضخمة جدا، عددها حوالي 1868 مجلد، وفي اتفاقية بين هيئة قناة السويس والمكتبة ان هي ترمم هذه. طبعا المجلدات بتاع زمان ضخمه جدا، ما هياش مجلد كده صغير، يعني ده كبير كده وعدد صفحات كتير جدا ومكتوب بخط اليد كله ومجلد بشكل جميل جدا، بس فيه الطبيعه والزمن عمل فيه بعض الاثار. ففي اتفاقيه بين المكتبه وبين هيئه قناه السويس لترميم هذه
المجلدات. وانا برضو هكرر مره تانية، عايز حضراتكم تصوروا الشباب الصغير اللي بيشتغل في المشروع ده، واللي احنا بنجيبهم في المكتبه بندربهم. استاذ الدكتور احمد زايد، اهلا بحضرتك معانا على شاشه قناه تن، والف مبروك تولي حضرتك منصب قياده مكتبه الاسكندريه، الصرح العظيم اللي احنا موجودين فيه. محتاجين نعرف من حضرتك تطلعك بقى او الخطه اللي حضرتك حاططها للتطوير الفتره القادمه. اولا احنا لما بنتطلع الى المستقبل دايما بنفكر في الماضي، يعني لانه بنشوف ايه اللي موجود. وطبعا المكتبه فيها امكانيات ضخمه جدا جدا، واحنا محتاجين الناس تعرف هذه الامكانيات، ومحتاجين ان هي ليست خدمات قراءة واطلاع فقط، وإنما هي خدمات كثيرة جدا فيما يتصل بموضوعات كثيرة فنية وتراثية وثقافية وفكرية. يعني في المكتبة فيها أنشطة كثير جدا وخدمات كثيرة جدا. احنا محتاجين في المستقبل ان احنا نوسع خدمات المكتبة لتصل اولا الى قطاعات مختلفة، تصل الى المحافظات المختلفة، نخلي المكتبة تبقى لها صوت في المحافظات المختلفة، نخلي المكتبة يبقى لها صوت عند القطاعات حتى العمرية المختلفة، بقى لها صوت أكتر عند الشباب، نربط الشباب بأنشطة المكتبة، نساهم في تنمية ثقافة القراءة عند الشباب، نخليهم أكثر وعيا بأهمية القراءة، نشجعهم على القراءة بحنا نطبع لهم كتب رخيصة. يعني بالتعاون مع وزارة الثقافة في مكتبة الأسرة، هي بتعمل مكتبة الأسرة، المكتبة كمان تقدر تعمل خدمات في هذا الصدد، وتقدر تنشر كتب صغيرة وبسيطة كده الشخص يقراها بشكل سريع وبشكل زي الفيلم البسيط اللي بيتفرج عليه في اليوتيوب كده بشكل 5 دقائق، هو يقرا الكتاب برضه في ساعه ساعتين يخلص الكتاب كله، بحيث ان احنا نقدر نحاول نخلي الشباب يقرا، نقدر نعمل له مسابقات للقراءه، نقدر نخلي المكتبه يبقى لها دور عالمي اكبر من خلال المشاركه في الحوار العالمي، القضايا العالمية المطروحة فيما يتصل بالعلاقة بين الشعوب والحوار الحضارات وقضايا السلام وقضايا مواجهة التطرف والإرهاب، كل دي قضايا مواجهة المخدرات، قضايا مواجهة الترافيكينج اللي هو الهجرة غير الشرعية، يعني هجرة غير الشرعية، كل ده قضايا احنا ممكن نتناقش فيها ونتحاور حوار عالمي عربي مصري إفريقي، نقدر نعمل روابط قوية مع إفريقيا في المستقبل. احنا عندنا بالفعل حاجات تعاون مع افريقيا، بس نقدر ننشطها بشكل افضل، ونقدر نخلي التعاون العربي يزداد بشكل اكتر، والتعاون الافريقي والتعاون العالمي ايضا. دكتور، يعني ننتقل للملف الاخر وهو المرأة المصرية، وبالتحديد بقى المرأة الاسكندرية، هل هيكون في دور لمكتبة الاسكندرية لنوع من التوعية او مشاركة المرأة فيها؟ احنا عندنا برنامج فعلا اسمه برنامج المرأة وتمكين المرأة، والبرنامج ده شغال وبيعمل بحوث وبيعمل ندوات وعنده أنشطة كتير جدا وبيعمل ورش، يعني شغال فعلا بالتعاون، واحنا محتاجين ان احنا نوسع البرنامج ده. انا عضو اصلا في المجلس القومي للمرأة، فممكن احنا نعمل تعاون مع المجلس القومي للمرأة في دعم هذا البرنامج، ممكن نتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة هنا في دعم هذا البرنامج، وان احنا نعمل بحوث اكتر ونعمل أنشطة اكتر فيما يتصل بالمرأة. نقدر ندعو بعض النساء من البرلمانيات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعملوا محاضرات وأفكار ويقدموا ندوات في المكتبة. احنا يعني قطاع المرأة ده قطاع، المرأة طبعا المصرية عظيمة جدا، واتيحت لها الفرصة يعني في الزمن الحديث ان احنا انها تشارك مشاركة فعالة. عندنا عدد كبير جدا من الوزراء، عندنا عدد كبير جدا من النائبات، عندنا ناس كتير جدا مشتركين في الأحزاب، عندنا المكتبة نفسها قائمة على عدد كبير جدا من البنات الصغيرين اللي انت شفتهم اللي بيقدوا أعمال جميلة جدا، واحنا محتاجين نقدم للناس الحاجات دي للمجتمع، ويعرفوا انه الشباب المصري عندهم قدرات خلاقة وعندهم قدرة على الإبداع والابتكار، ما همش الشباب زي ما بيقولوا عليهم يعني منهارين وخاملين. يعني معرض مراجع بس انا اصليت انها تاخد الكوكا وعرضها تكبيرها بدون
دكتور جمال اهلا بحضرتك معانا على شاشه قناه تن. محتاجين بقى المعرض اللي احنا موجودين فيه النهارده اهميته والتنوع الموجود فيه. بنادي مكتبه اسكندريه للكتاب الفنان هو من الفعاليات، هو الفعاليه الدوليه للفن التشكيلي الوحيده اللي بتقيمها المكتبه حاليا. هو بيمتد اهميته لانه ابتدى مع ميلاد المكتبه سنه 2002، و شخصية المعرض، شخصية الحدث مرتبطة جدا بشخصية المكتبة، لأن هو مش بس فن تشكيلي ولكنه الفن التشكيلي المرتبط بالكتابة والنص والقصة المصورة والصورة المقصوصة، واللي هي الحاجة اللي فيها تدوين أو رمز أو حرف. فيعني يبقى المكتبة هي المكان الأمثل إنها تستضيف حدث بالشكل ده. دي الدورة العشرة اللي بقى لنا 20 سنة بنعمل البنالي، والحقيقة سعداء إن هو استمر وجاي وبقوة وعليه إقبال واكتسب زخم على مدى السنين، إن ناس كتير بتحب إن هي تشترك فيه سواء من مصر أو من برا مصر. عندنا 13 أو 14 فنان من كندا حبوا، هم اللي تواصلوا معانا وحبوا ان هم وعرفوا عن البنالي وقالوا لنا نشترك معاكم فرحبنا. وعندنا 18 فنان من مصر، ودي فرصه كويسه جدا لفنانين كانوا يسمعوا عن البنالي وفي حاجات اعمالهم تتناسب مع فكره البنالي ان احنا نشركهم عشان الحضور المصري يبقى قوي قصاد الحضور الاجنبي كمان. عندنا 23 كتاب من كولومبيا، من ورشة أو أتولي جرافيك متخصص في كتاب الفنان، والصحيح يعرفون عن طريق السيدة السفيرة كولومبيا في القاهرة اللي هي لما كانت صديقة للمكتبة وعرفت عن البنالي وقالت عايزة أجيب الكتب هنا، وعشان كده العلاقات والتواصل مع الناس والجمهور بيولد هذه الشراكات المثمرة. فبفضل كده احنا عندنا 23 كتاب بتوع كولومبيا وهيفضلوا هدية في المكتبة. انا اسمي مايين كرايم، فنانة تشكيلية ورسامة قصص مصورة الكوميكس. انا شاركت النهاردة بكتاب هو اسمه قضية 43 اللبان، بيحكي، هو كتاب كوميكس بيحكي عن قصة رايا وسكينة والاحداث اللي حصلت ايام الحرب العالمية ومتناولة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الفترة دي. متابعتك للمعرض السنة دي أخباره إيه من التنوع الموجود فيه؟ أنا أول مرة أحضر البنالي، بس بالنسبة لي أصلاً بحب الكتب جداً، فإنه يتعمل بنالي للكتاب فده حاجة مهمة قوي، إنه تشوف حاجة أصلاً على ورق وكمان معروضة، فده مهم قوي بالنسبة لي إن أنا أتفرج كمان على حاجات من برا مصر أو كتب من برا مصر. التنوع اللي بقى موجود في مصر في الفن التشكيلي بشكل عام، ليك شايفة المشهد ده إزاي؟ انا ما اقدرش اتكلم برضو شويه قوي عن الفن التشكيلي، لان انا في الاغلب فنانه تشكيليه، بس في اكتر عن الكوميكس، يعني انا بمثل الكوميكس اكتر قصص مصوره. وفي مصر ابتدت القصص المصوره تتغير نظره الناس ليها، العدد قليل جدا اللي يعرف القصص المصوره، اكترنا نعرف ميكي وبطوط وتانتان، الحاجات اللي كنا زمان بنقراها، بس دلوقتي ابتدى مجموعه من الشباب جداد يبتدوا يتبنوا القصص المصورة والكوميكس ويقدموها بشكل مختلف. وفي دلوقتي مهرجانات للكوميكس، في مهرجان
الكوميكس الكايرو فيستيفال ده بيتعمل كل سنة وبيضم مجموعة كبيرة من الفنانين المستقلين والفنانين المحترفين، برضو الفن القصص المصورة، وبرضو بيبقى جاي ناس من برا مصر وبيبقى في تبادل بقى ثقافات، وبنشوف شغل ناس من برا مصر وكمان الناس بتشوف الشغل اللي مصر برضو وصلت له في القصص المصورة.